النهارده مثلا شفت بعض الاخبار اللي مكتوبه عن تجديد علي معلول. طب بالعقل يا جماعه كده، وخلينا نتكلم واحده واحده. علي معلول، هل خبر تجديد علي معلول خبر كويس ولا وحش؟ اعتقد ان هو خبر كويس جدا لكل الاهلاويه، وبالتالي لما يحصل حاجه زي دي سيتم الاعلان عنها فورا فورا. من الممكن ان تكون هناك مفاوضات معه، لكن اللي انا عارفه واللي احنا كلنا عارفينه من خلال النادي ان لا توجد اي مفاوضات خلال هذه الفتره، كل حاجه مؤجله الى ما بعد المباراه النهائيه، الى ما بعد المباراه النهائيه. وبالتالي انا ما اعرفش ليه الكلام ده بيطلع قبل مباراه مهمه في الدوري العام المصري. هو ده، هي دي النقطه بالنسبه لي، او هي دي علامه الاستفهام بالنسبه لي. هو ليه الناس بتفضل تتكلم في هذا الامر؟ امبارح موضوع كريم فؤاد، النهارده موضوع علي معلول منتشر على كل صفحات التواصل الاجتماعي، كل الناس بتتكلم اصل علي معلول. هو لو علي معلول جدد، ما هو الناس هتطلع تقول على فكره، وهنطلع نعلن لحضراتكم ان علي معلول جدد. هي اعتقد ان دي هتبقى خبر مفرح جدا جدا لكل الاهلاويه. وبالتالي انا لا انفي الاجتهاد عن اي حد، ولكن انا بتكلم عن قناه الاهلي. قناه الاهلي دائما لازم تمشي بالشكل المؤسسي اللي ماشي بيه النادي الاهلي. عشان كده اول ما نقول لحضراتكم، او اول ما يحصل توقيع رسمي، بنطلع نقول لحضراتكم ان فلان وقع، ان علان جدد. هو ده اللي احنا دايما بنعمله، وهو ده اللي احنا ماشيين بيه خلال الفتره السابقه بالكامل. فكروني كده، هل مره من المرات اعلنت قناه النادي الاهلي عن شيء وهو ما حصلش؟ هو ده شغل المؤسسه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، من خلال هذه المؤسسه بتخرج قناه النادي الاهلي، وبالتالي لازم يبقى في يعني خطوات معينه بيتم اتخاذها لحين الاعلان رسميا عن اي شيء. انا بس حبيت اتكلم بسرعه في هذا الموضوع.